أقيم في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية احتفالات وطنية عاشها رواد مهرجان الموروث الشعبي، وذلك ضمن أجواء احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية. قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية ازدانت بألوان علم الكويت، بالإضافة إلى الألعاب النارية وفقرات للفرق الشعبية. تتألق في السالم قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية بمناسبة الأعياد الوطنية التي أطلقت معها الاحتفالات، والفرحة على جميع رواد هذه البقعة التي تجمع الحاضر بروح الماضي وأصالته. احنا اليوم طبعا دخلنا في احتفاليات الأعياد الوطنية اللي تشمل جميع الدولة، واحنا كقرية تراثية ان شاء الله جزء مهم من الاحتفاليات، وبرنامجنا وفعالياتنا لها دور اساسي في المشاركة في الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة. إن شاء الله راح تكون عندنا خلال الفترة القادمة عدة برامج ومسابقات للجمهور وجوائز إن شاء الله تكون مميزة للزوار الكرام. حرص اللجنة المنظمة على تقديم الأفضل للزائرين وضع كافة الإمكانات من تقديم الجوائز القيمة والمسابقات التي تجذب كل أطياف المجتمع. وزارة الإعلام ترصد هالفرحة هذه الموجودة في دولة الكويت وتوصلها للمشاهد، سواء المشاهد المحلي أو العربي، بأبهى صورة. طبعا جهود وزارة الإعلام في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية جهود كبيرة وجبارة، وبدأت يعني تقريبا من 15-12 من تاريخ تسجيل مسابقات مهرجان الموروث الشعبي، والآن الحمد لله احنا بدينا الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية اللي بعد انتهاء المسابقات وتسليط الضوء عليها وتسجيل كافة المسابقات وإيصال الصورة إلى المشاهد. انتقلنا إلى رسم الفرحة من خلال ما يقام في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من مهرجانات وكرنفالات كما نرى بالصورة، يعني فرحة كبيرة في هذه الأعياد الوطنية. الاحتفالات الوطنية متواصلة في القرية التراثية طوال شهر فبراير الذي يعده الكويتيون شهر أفراح متواصلة، حيث تفتح القرية أبوابها لاستقبال الزوار الذين تتزايد أعدادهم في كل سنة. عاما بعد عام يكتسب مهرجان الموروث الشعبي نجاحا وأهمية خاصة بفضل التنظيم المميز وجهود القائمين. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.